عن الاسباني ولو فاز النهارده اسبانيا خافي مارتينيز اللي ضمن البدلاء يعني ايضا يبقى عنده نفس الكلام. ادي من هنا اوسكار الانطلاقه هولك كرات العرضيه فريد وممكن اول هدف اللقاء ولكن هنا الكره مخطوفه الدفاع الاسباني في هذه اللقطه يتلقى في شباكه واحد من اسرع الاهداف في المباراه النهائيه بعد دقيقه و23 ثانيه تقريبا يخطف فريد الهدف الاول ليه في هذه المباراه ويسجل كما كان اول من سجل في مركانا الجديد في مرمى المنتخب الانجليزي في اللقاء ودي للمنتخب البرازيلي. اذا البرازيل تشعل الملعب والهدف كما نتابع ادي هولك وادي الكره العرضيه هنا من جانب اللاعب هولك. شوف هنا فريد والتقاء واربي لوا يبحث عن الكره ثم امامنا هنا بقى يخطفها فريد من الوضع راقدا اللاعب فلومينيزي اللي بيسجل في هذه اللحظات الهدف الرابع ليه في هذه البطوله يتساوى مع ابل هرنانديز. ادي امامنا الكره من راموس ترتطم في ايد اربي لوا ثم يجدها فريق الحاضر وفريق المستقبل. بص شوف اوسكار ونيمار ماذا يفعلان بقى في الدفاع البرازيلي ونيمار يسجل الهدف الذي لا يصد ولا يرد يضعها في مرمى كازياس. احترم كازياس ولكن ساكون سعيد عندما اسجل. وادي امامنا هنا نيمار والعوده من التسلل وتمريره اوسكار الممتازه وشوف نيمار بقى يحطها له فين يحطها له في المقص الشمال لكازياس اليمين للنجم امامنا هو شوف حطها له زرعها له في هذه المنطقه امامنا هنا الهدف الجميل الهدف اللي يضع هذا اللاعب ايضا برصيد 4 اهداف شانه شان اللاعب فريد.